السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير يا ربي. اليوم غنشارك معكم كعيك عاد ديال عاشوراء بعجينة واحدة. غنخرجوا ثلاثة الأشكال وثلاثة الشكيلات. يلا نشوفوا المقادير والطريقة. عندنا كاس ديال السنيدة، والعبار ديال الكاس 150 ميلي، نص كاس ديال الحليب دافي بحرارة المطبخ، يعني ما يكونش بارد من الثلاجة، ونص كاس ديال الزبدة مذابة. غادي نزيدو نص كاس ديال زيت الزيتون، ممكن يعني تعوضوه بزيت نباتي الا ما بغيتوش زيت الزيتون. عندي نص كاس ديال الماء اللي ما يكونش هو بارد من الثلاجة، يكون بارد بحرارة المطبخ. غنزيد عليه واحد المعلقه كبيره ديال نكهه زهره البرتقال. درت الماء الزبده او الزيت، الكيسان اللي عبرت بهم راه نفس العبار. غنزيدو الحليب، غنزيدو السنيده، غادي نجيب واحد البيضه لان عفوا ما حطيتهاش مع المقادير. غادي ندير واحد الساشي ديال الفاني، وغادي نخلطو العناصر مزيان. لو بغيتو تخلطوهم في خلاط كهربائي كيكون اسرع. بعد ما خلطت الخليط غادي نزيد واحد المعلقه صغيره عامره مزيان ديال النافع ولا اليانسون اللي حمرته وطحنته وغربلته، معلقه صغيره عامره، وراس معلقه صغيره ديال خميره الحلو. ما غربلتش الخميره ديال الحلوه، بقيت كان نفك فيها بايديا باش ما تبقاش ليا كويرات في الخليط. وزدت ثلاثة ديال المعالق ديال الزنجلان اللي ما حمصتوش يعني ولا سخنته، خليته هكاك نورمال، راه مغسول ومنقي. الدقيق عندي هنا 500 غرام، ولا ما قدنيش راه غادي نزيد ونقول لكم شحال دخلات هاد العجينه ملي نجمع العجينه. العجينه هي جمعتها، ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه بزاف. هنا عبرت 100 غرام ديال الدقيق، ولكن زدت غير النص ديالها، يعني غير النص ديال 100 غرام، يعني 50 غرام، يعني المجموع 550 غرام ديال الطحين. هانتوما العجينه جات زوينه ورطبه. غادي نديرها في بلاستيكات باش ما تنشفش. على ما نوجد باش نسرح العجينه نخليها في البلاستيك. دابا غادي نسرح العجينه، يعني بقات واحد 5 دقائق على ما وجدت غادي نسرح العجينة مزيان، ونحاولو نسرحوها يعني مربعة ومقادة باش ما
الطروش، نحيدو الجوانب ديالها. هنا غادي نقطع غير بالجرارة ديال البيتزا، ما غاديش نحربلها، غادي ندير هاد الشكل هو الاول. وهاد الشكل راه اسهل ما يكون، يعني في رمشة عين تقدري ديري كمية كبيرة. هنا قطعتها بالعكس، يعني من الجهة الأخرى ونفس تقريبا القياس، باش جاتنا مربعات. دابا غندخلهم للفران اللي سخنته من قبل، يعني ملي نبداو نسرحوا العجينه نشعلو الفران، باش ملي نكملو يكون ديجا سخن، وتكون ملي يسخن الفران تنزلو الحراره يعني متوسطه، ما يكونش مجهد الفران لان غادي يتلهبو وما غاديش يطيبو، غادي يجيو من الداخل ما طيبينش، وما غاديش تجي ديك القرمشه اللي احنا باغين. هنا انا سرحت العجينه الاخرى وغادي نديرها بهذا المريشم الصغير، راه وريتكم السمك ديالها، يعني ما غليضاش العجينه، السمك ديالها رقيق. يعني باش نغيره شويه على ديك كعكعات اللي اصليين اللي هما كنحربلو وكنقطعو. هادي راه العجينه ديال كعكعات، ماشي ديال فقاس صغير. هنا غادي نحيد هاد العجينه اللي زايده وغادي نجمعها، وهي اللي غادي ندير منها كعكعات الاصليين. انتم ما تشوفوهم معايا هاد جوج شكيلات، غير وريتهم لكم كاقتراح لان كيجيو زوينين. هنا انا قديت تقطيعات وغادي نقطعهم على جوج. شوفوا كيفاش جاو، هذه هي العجينه اللي شارت ليا. دابا غادي نقطعها على ثلاثه وغادي ندير منها حريبلات ونديرو الشكل الاصلي المغربي 100% ديال الكعكعات. هانتوما غتشوفوا غني على التعريف، لان من زمان كيديروا الكعكعات والدينا وجدودنا تيديروا هاد الكعكعات، ملي كيجيبوا الفواكه الجافه كانوا كيخلطوهم يعني جميع في واحد الطبسيل كبير ولا واحد الطبق اللي معروف الطبق المغربي، وكيخلطوا معاه حتى الكعكعات. باش نحربلو العجينه بالزربه نحاولو من الوسط نجبدو الجناب ولا الجوانب، هكا كيتحرب لينا الحربول بالزربه من الوسط للجوانب. هنا كملت الحرابل ديال العجينه، كي شفتو راه ما خدمت بلا كاغط باش تشوفو راه العجينه القوام ديالها، ممكن تخدمو بها كيف بغيتو بلا حتى بلا دقيق الا بغيتو. دابا غادي نقطعهم، انا دابا كنقطع فيهم راه ما دخلتهم لا الكونجيلاتور
لا فريغو لا والو. كيف كان نعرف انا من زمان راه ما كندخلش الحليب الكونجيلاتور ولا الفريغو، كيف كنصايبهم كنقطعهم كنطيبهم بحال كيف كتشوفوا. هنا قطعتهم مايلين يعني بالجنب، وهنا وريتكم الا بغيتو تقطعوهم نيشان بلا ما تميلو المقص، تاهما كيجيو زوينين شفتو. ها هما دابا غندخلهم للفران، ها هما القريشلات ديالنا كيفاش جاو، ها هو الشكل اللي ديال قطعتهم الكعيكات كيف جا، درتهم حلابل وقطعتهم، يعني هادو هما القريشلات الاصليين بهاد الفورمه تيجيو. هادو هما اللي قطعت بالمرشم، ها هما كيفاش تيجيو. هادو هما اللي قطعت مربعات، هانتوما كيفاش تيجيو. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وديروا جيم، تابوناو في القناة اللي ديالكم حتى نتوما باش يوصلكم الجديد. العجينة اللي درت ولا المقادير خرجوا لي 3 ديال الطبيصلات و واحد زليفة صغيرة، هانتوما راه تبارك الله 500 غرام ديال الطحين راه كتخرج الخير والبركة.